السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم. اليوم سوف نستكمل معا الجزء الثاني من قصيدة نصائح طبيب. تعالوا معي نقرأ هذه الأبيات قراءة جيدة، استمعوا إلي ثم اقرأوها من بعدي. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأثقل جسم ممشوقا وسيما. طعامك والشراب هما غذاء، فكن عند اختيارهما عليما. وزر مع كل عارضة طبيبا، لديه ستأخذ النصح الحكيما. أخي نم باكرا تهنأ قريرا، فكم طبب النوم الجسوما. رزقت أخي عافية وخيرا، وعشت بصحة عاشا نعيما. نقرأ الأبيات مع بعض تاني. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبق الجسم ممشوكا وصيما. طعامك والشراب هما غذاء، فكن عند اختيارهما عليما. وزر مع كل عارضة طبيبا، لديه ستأخذ النصح الحكيما. أخي نم باكرا تهنأ قريرا، فكم طبب النوم الجسوما. رزقت أخي عافية وخيرا، وعشت بصحة عايشا نعيما. هقرأ معكم الأبيات تاني، اسمعوا كويس، انتبهوا إلى مخارج الألفاظ والكلمات بالنطق الصحيح. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما، ووزنك ليس يفرط في ازدياد، وأبق الجسم ممشوكا وصيما. طعامك والشراب هما غذاء، فكن عند اختيارهما عليما. وزر مع كل عارضة طبيبا، لديه ستأخذ النصح الحكيما. أخي نم باكرا تهنأ قريرا، فكم طبب النوم الجسوما. رزقت أخي عافية وخيرا، وعشت بصحة عيشا نعيما. تعالوا معي نستكمل شرح باقي الأبيات. تكلمنا في الجزء الأول أو تحدثنا في الجزء الأول أن الشاعر قسم قصيدته إلى ثلاثة أجزاء. في الجزء الأول افتتحها بمقدمة سردية بسيطة تحدث فيها عن النصيحة التي يريد أن يوجهها، والجزء الثاني هو عبارة عن مجموعة من النصائح وكيفية اتباعها، والجزء الثالث والأخير هو الخاتمة والتي اختتم بها الشاعر قصيدته عن أهمية اتباع أو ما النتيجة من اتباع هذه النصائح التي قدمها لنا الشاعر. نستكمل مع بعض هذه النصائح. فالشاعر يتحدث في البيت الخامس ويقول أن ممارسة الرياضة كل يوم تعد إنجاز عظيم. ممارسة الرياضة كل يوم تعد أخي إنجازا عظيما. والشاعر هنا قال أخي تصغير كلمة أخي هنا للدلالة على إيه؟ على الحب والإخاء بين الشاعر وبين المتحدث الذي يتحدث معه. فالشاعر هنا يريد أن يجعل المسافة قريبة بينه وبين المتحدث، فقال أخي، وذلك للدلالة على التدليل والحب والإخاء. فالشاعر هنا يقول أن ممارسة الرياضة لها فوائد عظيمة، والمداومة عليها أيضا يعتبر إنجاز عظيم أو عمل عظيم أيضا. فالشاعر هنا يدعونا إلى الاهتمام الدائم وليس المؤقت بممارسة الرياضة، وذلك لأن لها فوائد جمة، فوائد عظيمة، فوائد كثيرة تعود أو ترجع بالنفع على جسم الإنسان. والشاعر يعتبر أن من يحافظ على هذه الرياضة وعلى ممارستها قد حقق نصرا كبيرا وإنجاز عظيم. فالرياضة هنا معي يا ابنائي تفيد الجسم وتفيد العقل، فهي ليست تجعل من الجسم بنية قوية فقط
ولكنه تجعل منه إنسان آخر، فهو يفكر قبل أن يتحدث، تجعل منه إنسانا صبورا، تجعل منه إنسان ذو هيئة وذو تفكير سليم. فالرياضة هنا ليست تبني عضلات فقط، ولكنها تبني عقول، تبني إنسان في مجتمع إنساني سليم. تمام؟ المعاني التي موجودة معي هنا تعد بمعنى تعتبر الإنجاز، وهو أداء عمل عظيم أو تأدية عمل مهم. وهنا البيت كناية عن أهمية ممارسة الرياضة، وقد ذكرنا أن الشاعر ذكر أخي هنا التصغير، وذلك للدلالة على الحب والإخاء بين الشاعر وبين المتحدث. البيت السادس: وزنك ليس يفرط في ازدياد وأبقى الجسم ممشوقا وسيما. الشاعر هنا يدعونا أو ينصحنا بأن نحافظ على رشاقة الجسم الوسيم بالوزن الصحي، وأن نبتعد عن السمنة. ينهى الشاعر عن الإهمال في ممارسة الرياضة، والتناول المفرط للطعام يؤدي إلى السمنة أو إلى الزيادة في الوزن، فهو يدعونا إلى المحافظة على الوزن الصحي الذي يجعل الجسم وسيما ورشيقا. حافظ على رشاقة جسمك، لا تهمل في ازدياد وزنك، لا تأكل كميات غير مناسبة من الطعام، فتجعل جسمك قابل للازدياد بشكل لا تتقبله أنت ولا يتقبله الناس. اجعل جسمك مقبولا، بحيث عندما تنظر إلى نفسك في المرآة فتجد جسمك مقبولا لنفسك وسيما يتقبله الناس وتتقبله نفسك. لا تفرط في تناول الطعام، لا تأكل الطعام بكميات غير محدودة، لا تأكل الأكل بشراهة، أو لا تأكل ما لا يفيد جسمك، بل واظب على ممارسة الرياضة. ما علاقة ممارسة الرياضة بتناول الطعام؟ فممارسة الرياضة تجعلك تأكل كميات مناسبة من الطعام، وبذلك تحافظ أيضا على جسمك، فهي تساعد على حرق ما تبقى من الطعام الذي تأكله، أو تساعد على حرق الدهون الموجودة في جسمك، فتجعل جسمك مرسوما بشكل جميل. عندما تنظر إلى نفسك تتقبله ويتقبله الناس، فتجد نفسك وسيما رشيقا، تستطيع الحركة وتستطيع المحافظة على جسمك، فهذا يحافظ على وزنك عندما تمارس الرياضة، فتأكل كميات مناسبة محدودة من الطعام، فلا يؤدي إلى ازدياد وزنك أو إلى السمنة المفرطة. يفرط هنا معناها أي أنه أسرف وجاوز الحد المسموح به، أي أنك جاوزت الحد المسموح به أو الكميات المسموح بها في تناول الطعام. ممشوق أي رشيق، حسن القوام، إنسان قوامه جميل، وليس جميل الشكل ولكن جميل الجسم، فهو جسمه مرسوم بشكل جيد يناسب بعضه تماما. والمضاد مضاد الرشيق أو الممشوق، وهو بدين الجسم، وهو الإنسان الممتلئ، يعني أنا مش هقول التخين، بس أنا هقول الممتلئ، اللي هو جسم ممتلئ بشكل غير لائق. والسيم، وهو الإنسان الجميل، وقلنا طبعا ليس الجميل شكلا ولكن الجميل أيضا جسما، والمضاد هنا قبيحا. من مظاهر الجمال معي أبقي، أبقي هنا فعل أمر وغرضه النصح والإرشاد. أبقي هنا فعل أمر، المفروض هتقولولي إن هو مبني على السكون، ولكن أبقي هنا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لماذا؟ لأنه في المضارع يبقي آخره ياء، فعندما تحول من الفعل المضارع إلى الفعل الأمر
حذفنا حرف العلة وأبقينا على حركة من جنس حرف العلة والكسرة تناسب الياء، لذلك هو فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. تمام، والبيت هنا كناية عن النشاط وعدم الإفراط أو عدم تناول الطعام بشكل مفرط أو زائد عن الحد. البيت السابع: طعامك والشراب هما غذاء فكن عند اختيارهما عليما. طعامك وشرابك هما غذاء لجسمك، فعندما تختار الطعام أو الشراب حاول أن تختارهما بطريقة جيدة، بطريقة صحيحة. اختر الطعام والشراب اختيارا صحيا. كيف؟ لا تأكل مأكولات لا تناسب صحتك، مثل المأكولات السريعة أو المأكولات الجاهزة التي نجلبها من الخارج، المأكولات التي بها كثير من المواد الحافظة، المأكولات التي بها كثير من المواد الكيميائية. فعندما تختار طعامك أو شرابك اختار الطعام والشراب الذي يناسب صحتك. فالشاعر هنا ينصح الشخص عندما يتسوق، ينصح الشاعر الشخص المتسوق بأن عليه عندما يختار الطعام والشراب يختاره بدقة وعناية ومعرفة النافع والضار. كيف؟ أن يعرف ما ينفع ويفيد جسمه وما يضر جسمه. فلا تأكل المأكولات التي تضر بجسمك أو التي لا تفيد جسمك أو التي لا تعطيك المواد الغذائية المفيدة أو المهمة أو الضرورية لبناء جسمك. فالبيت هنا يتوافق أيضا مع الحكمة التي تقول: المعدة بيت الداء. ما معنى ذلك؟ المعدة بيت الداء، أي المعدة هي أساس إنسان أو أساس تعب الإنسان. عندما تأكل طعام غير جيد أو طعام يضر جسم الإنسان، فأساس مرضك أو أساس تعبك يكون من هذا الطعام. وعندما تأكل أكل جيد يفيد جسمك، فهذا يفيد جسمك ويبنيه بناء صحي ومفيد. معاني المفردات اللي موجودة معايا: عليما معناها خبيرا أو عارفا، إنسان خبير لديه خبرة في اختياره للطعام، والمضاد جاهل أي ليس لديه المعرفة التامة عند الاختيار. طبعا أيضا الشاعر ذكر أيضا فعل الأمر كن، وهنا أيضا للدلالة على نصحه وإرشاده في اختيار الطعام والشراب لأنهما أساس لبناء جسم الإنسان. البيت الثامن: وزر مع كل عارضة طبيبا لديه ستأخذ النصح الحكيمة. الشاعر هنا يستكمل نصائحه ويقول: زر الطبيب كلما أحسست بوعكة صحية طارئة وحتما ستجد عنده العلاج المناسب. إذا أحسست بأي وعكة أو بأي مرض طرأ على جسمك زر طبيبك فسوف تجد عنده العلاج المناسب لك. ولا تأخذ بأي نصيحة من أي شخص وتكتفي بذلك، لأن الطبيب كما ذكرنا في أول القصيدة هو أكثر شخص لديه الفائدة التي سبق. تمام، وأن إيه؟ وأن استفاد هذه الخبرة من ناس آخرين أو من مرضى آخرين. فطبيبك هو أكثر شخص على دراية بمرضك، فإذا أحسست بأي ألم أو بأي مرض مفاجئ عليك بالتوجه أو بالذهاب مباشرة إلى طبيبك، فهو الذي سيوفر لك العلاج المناسب لهذا المرض. والعارضة هنا معناها المرض أو العارض الطارئ، المرض الطارئ أو الفاجئ المفاجئ.
العارضة هنا معناها المرض أو الوعكة المفاجئة أو الطارئة. من مظاهر الجمال زر، هنا فعل أمر وغرضه النصح والإرشاد. والشعر هنا كما قلنا قبل ذلك ينصحنا لطلب العلاج عند الشعور بالمرض. عندما تشعر بمرض أو بوعكة مفاجئة اذهب إلى طبيبك مباشرة، فهو الذي سوف تجد عنده علاجك لأنه لديه الخبرة السابقة في ذلك. البيت التاسع: أخي نم باكرا تهنأ قريرا فقم طببا النوم الجسوم. الشاعر هنا ينصحك نصيحة أخرى وهي أن تنام مبكرا، فالنوم باكرا يزيد من صحتك وحيويتك ونشاطك، فعندما تنام مبكرا تصحى في ساعات النهار الأولى، فجسمك به نشاط وحيوية كثيرا لإنجاز كثير من الأعمال والأنشطة، لممارسة الرياضة، لقراءة القرآن، للذهاب إلى عملك، للذهاب إلى مدرستك واستيعاب إلى كثير من الدروس والمفاهيم العلمية وكثير من المصطلحات، ودراستك وإنجاز أي مهام أنت قادر على إنجازها. فالنوم باكرا قال لك الشاعر قد كم طبب النوم الجسوم، أي كم عالج وكم ساعد النوم كثيرا من الأجسام. الجسوم هنا معناها يقصد بها الشاعر الأجسام، وهي جمع ومفردها جسم. كم ساعد النوم كثيرا من الأجسام على معالجته واستعادة حيويته ونشاطه. فالنوم باكرا يجعلك سعيدا مرتاح البال، مطمئنا هادئا، ويكسب جسمك وصحتك كثير من الحيوية والنشاط، ويعمل على نضارة بشرتك أيضا. فالنوم باكرا مفيد جدا لصحة الإنسان. من معاني المفردات اللي موجودة معي: تهنأ فهي معناها تسعد وتفرح، قريرا هنا مرتاح البال مطمئنا، طبب بمعنى عالج، وباكرا يقصد بها الساعات الأولى من الليل أو الساعات الأولى من النهار، ولكنه عندما ذكر النوم فيقصد بها الساعات الأولى من الليل. تهنأ أي تسعد وتفرح، ولقد ذكرناها قبل ذلك. والمضاد هنا تحزن، قريرا مطمئنا، وجسوما هي الأجسام ومفردها جسم. ومن مظاهر الجمال معي: لقد ذكر الشاعر هنا أخي، ولكنه يقصد يا أخي، يقصد بها النداء، ولكنه حذف أداته للقرب والود كما ذكرنا قبل ذلك، لقرب الشاعر من المتحدث الذي يتحدث معهم أو من الأشخاص الذي يتحدث معهم أو منك عندما يعطيك النصيحة، فهذا للقرب والود والمحبة بينك وبينه. في البيت الأخير معي الشاعر هنا قال في البيت العاشر: رزقت أخي عافية وخيرا وعشت بصحة عيشا نعيما. يختتم الشاعر هنا قصيدته بنتيجة اتباعك لهذه النصائح التي ذكرها قبل ذلك، ويلخص الشاعر أن نتيجة الالتزام بتلك الإرشادات التي ذكرها من البيت الثالث إلى البيت التاسع، فإنها تعود عليك أو تعود على من يلتزم بهذه الإرشادات بالصحة والعافية والخير، وتجعل حياته في أحسن حال. فيقول لك: رزقت أخي عافية وخيرا، عندما تتبع هذه الإرشادات والنصائح يرزقك الله العافية والخير والصحة، وتعيش بصحة جيدة، عيشة هانئة مطمئنة. والغرض هنا من هذا البيت هو الدعاء لك أخي بدوام الصحة والعافية عندما تتبع هذه الإرشادات. فيجب عليك أخي أن تتبع هذه النصائح وتهتم بها، وأن تهتم بصحتك، وتواظب على فعل الرياضة، وتواظب على اتباع الحمية الجيدة أو الطعام الجيد المفيد لصحتك، ومواظبة النوم باكرا لكي يستفيد جسمك بالراحة، وأن تتبع جميع الإرشادات والنصائح التي ذكرها الشاعر هنا معي.
وأرجو أبناء الطلاب أن تكونوا استفدتم من شرح هذه القصيدة أو من النصائح التي قام الشاعر بتوجيهها لكم، وأن نحل التدريبات اللي موجودة معي في أكتاب المدرسة. وأي استفسارات أو أي أسئلة تواصلوا معي، وإن شاء الله بإذن الله هكون في موجودة أو في تواجد لحل هذه الأسئلة أو أي استفسار لكم. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة.